قال حق الله، ده أعظم حق على العباد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ده حق الله. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شنو؟ شيئا. هسه وريني اللي بيتكلم في الحق ده قليل قليل والله الذي لا إله غيره. كلهم شغالين حقوق المرأة، والمرأة محترمة، زول شغال من الصباح للمساء عشان المرأة، شايفينها تاكل، يسيل سيفه ويسيل سكينه ويطلع بندقيته ومسدسه عشان عرضه خايف عليه، يعني كريم أكثر من كده كده، ما يرضى كلمة سيئة فيها، بل واحد تلقاه شاكل أخته عشان زوجته، يعني ده بس يسوي شنو أكلمك؟ يسوي شنو في الحياة دي؟ عشان يكرم المرأة، ديل بيجمع، ديلك بيغادي شغالين. والله حقنا في البلد دي مهضوم، ما هارو حقك شنو انت؟ لا مولانا العيش بقى عيشة عيشة مولانا بجنيه، انت فطرت بك ما عيش، قول النصيحة. والله مولانا غايتو عيشتين وجبنا زيادة كذب ثلاثة شبعان. أنا محيرني الزول بيقول الكلام ده ما جاي عام، تلقاه في محل الجبنة بتونس بالموضوع ده، يعني تخيل الزول ده فطر شرب الشاي بيشرب في الجبنة بالجنزبيل ثلاثة معالق سكر كباه، بعد يشربها بمزاج مزاجه بيظبط كيف لك. لا البلد دي العيشة بقى، انت بتشرب في عيشة ولا بتشرب في شويته جبنة؟ وتلقى محلة الصعود فاتحة، يعني الناس ما عجمت لكن بل محلات الصعود محلات المعاصي فاتحة، محلات الغنى فاتحة، اعلنوا ليه نادي الضباط حفلة مع ملك الطنبور، يجي طنبر له طنبرة في طنبرة، بكم التذكرة؟ بخمسين بعشرين. هسه دي ما خمسين عيشة راحت ساي، ده ما كان يجيب لي خمسين عيشة، تلقى شايل له موبايل بمليون، لك العيشة بقت بجنيه، بيع الموبايل ده اشتري مليون عيشة، ولما تكمل تاني جوا المليون تاني بجنيه. مواضيع كلها بالغزاية والله الذي لا، وانا ما اتابع ليش انا دول اخبج ساي جلال ما مقوية ما غيش هنا مطاف، لكن ده مواضيع الناس بيقول عيش والرغيف والموضوع ده والذي رفع السماء سبب المعاصي، رضي من رضي وغضب من غضب من غضب. ما يقول لك البلد والحكومة، حكومة وقفت التجارة ما وقفتها، اها نمرة اثنين، حكومة قالت لك ما تاكل ما قالت لك ما تاكل، اها تاني في شنو؟ اشتغل في شغلك ده، اسأل الله الرزق. أمة ما عارف الرزق عند الله ولا عند الحكومة، ليه ما عارفين اللي بيزيد القابض الباسط الحكومة ولا الله؟ ما عارفين. الله بيحلف لهم في القرآن بيقسم لهم بيقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم شنو تنطقون. والغريب الزول بيتكلم في ده ولك الرئيس ده وفخامة كذا ويا فلان كذا، بعد شوية طلع كيسه، الكيس ده بكم؟ بأربعة جنيه، والعيشة بكم؟ بجنيه. يا هذول الكيس ده ما خطير بالموضوع ده، بعد شوية دردم السفة ويخدها، تقول له خلي السفة دي، يقول لك يا هذول ده مزاجي ما بخليها، يعني تخيل أنا الكلام ده ما جبته عبثاً، تخيل زوج زي ده سفة ما قادر يخليها، صعود الكعب ده ما قادر يخليه، ده باقي لك انزحوا الرئيس وخدتوه ما بصف البلد تب وصفت العفنة دي ما قادر يخليها، ده باقي لك مبقوحة في الحكومة مش بلخبيتها تب وزول. وإلى الله المشتكى وعند الله تجتمع الخصوم في نهاية المطاف. شكير الرسول عليه الصلاة والسلام بدري وراك الموضوع ده، ورب العزة والجلال وراك، قال النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ وفي لفظ ستكون بعدي أثرة، ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، إلى نهاية الحديث ده في نهاية المطاف. رب العزة والجلال في القرآن قال لك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت شنو أيديكم ويعفو عن كثير. شوف بلدنا دي بس خلينا مش بعيد، أمر برا راسي برا المسجد دينا، أحفر الواطة خد تلك زرعة، تعال الصباح بتلقاه بدأت تقوم،
أنا الأرض مهيأ تمشي برا الله جامع لها نيلين ما شاء تسوى يشرب الموية مش تشتريها من الدكان يعني ما شرط إلا تشتريها تفتح المازور تكون كر تشرب نعم شغالة الناس شارب الشاي وفاطر ومتغدية وما لقينا سوداني واحد في المنام مش في اليقظة رابط له حجرين ولا حجر انتوا لاقاكم بس لاقاكم حجر كذا زول يوم ذاك ناقشت واحد قال لي ده كله من الرئيس ده من الحكومه دي قلت له رايك في عمر بن الخطاب شو قال لي والله ما في كلام قلت له عام الرماده ده كان في عهد مر عمر بن الخطاب عام الرماده كان في عهد مر شغله دي انت ما عارف سببها شنو رب العزه والجلال قال لك وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم قال شيخ الاسلام في الفتاوى المصائب سببها الذنوب لو دار الله يفتح عليك تعمل حاجتين تتوب لله وتوحده وتتقيه واحد اثنين تشكره قال تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم شنو بركات الاكل فيه والزراعه فيه والمويه فيه والجوع فيه والتعب فيه وتمشي المطاعم شغالة ما قاعدين يبيعوا كسرة وملاح بس أكلات ذاته يوم ذاك ما جت مطعم لقيت حاجات ما فرضت فيها إلا واحدة بس قلت له تعال اشرح لي دي قال لي دي كذي بقطعوها كذي بخطوها كذي قلت له بس جيب دي ثاني ما بمشي كذي يا بنت ثاني له أكلات ذاته وفي نهاية اللي آخر اليوم يكبوها في الكوشة يعني شوف الجوع مش عدم أكل أنت الناس ما تكيف مع النقطة دي عدم الهدوم مش ما موجود هدوم في السوق قاعد البوتيكات والبرتقال قاعد والتفاح والمانجا والاكل الثاني قاعد كله لكن ليه في جوع مش مفروض الناس تجيب مع المساله تجيب تحاسب نفسها اول شيء تؤمن بالله وتتقي الله توحد الله سبحانه وتعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض لكن اذا بحاربوا الله اذا بحاربوه كله مزرعتين ثلاثه تلقى حاجه بانينا فوق ميت وقايمة فوق ماشية فوق دي ماشية وين يجوا يشيلوا التراب يتبركوا بيهم يعتروا يا فلان الحقنا ها فلان ده اللي زح منك الغلب الحقونا وافزعونا وتروح حاجة نمشي لفلان حوطين رايح ده ما سبب الجوع الشرك والله الذي لا إله غيره والمعاصي السبب الثاني لو دار الله يفتح على البلد دي وغيرها الشكر الناس دي والله أنا بتعجب ما بيقولوا القرآن البنبذوا شغالين تعبانين الله ما قال في القرآن في سورة إبراهيم وإذ تأذن أي آية ولا نص تلقى فيه واللفظة دي مفروض تجيب فيه لأنه دي من باب الإعلام كما قال ابن كثير رحمه الله وإذ تأذن أي أعلمكم أعلمكم رب العزة والجلال كلام ده نشره بين الخلق وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شو لا شديد أشكر الله والله بكرة تبقى عيشتين ما الله من مصدق كلامه تاني يقول يا الله لك الحمد والشكر واعبد الله صح بكرة بيبقى ستة تاني بعد بكرة شغلة طاولة تبقى بجنيه تبقى محل توديها ما عارف ذاته يقول برضو الحمد لله الله يفتح عليك زيادة لكن شغالين واقفين في صف العيش وده غادي شغال يسجل وينبس والعصر ما صلاه ده ما سبب الجوع زاد وزاد الثاني بعد شوية بتبقى مزعجة وبيصغروها زيادة تلقاهم في الستوب أو في الترمبة بتاعت البنزين واقفين صفوف الله ابتلاهم عشان المعاصي وابتلاهم نحن كلنا يعني واقفين صف بدل يستغفروا كان الله يفتح عليهم تلقى العربية شغالة وقافلين القزاز بعد شوية ينزلوه شغلوا المبصرين ما مشكلة والمشكلة ورموني في نص البحر ما مشكلة حسي دي ما مشكلة ذاتها دي ما مشكلة في البلد دي ذاتها الله بيبتلي فيكم مصير الله بيبتليهم ومصيرين يعصوه سبحانه وتعالى.